مؤسسة خطوات للتنمية والتعليم لشنقالي دا دس بتشيكرنا كلو بلن نفسه يقو تبخاني ذكرين براستي مشروعك قال لك مهم بو اشمرا اشتالبارا قال لك مهم بو ومخي ممنونة في مؤسسة آخت والتنمية والتعليم قال لك ممنونة وانا هكا مساعدة آفان مدرسة كريا ده هزار رحليمة و وإعادة تنظيم كن وتشيكن وجددين السيو يك مدرسة رسيو يك مدرسة يعني وبي قد يا إبان لشنقالي وقبلته شمالي كلو بلن سيو يقو طبخاني دهنا تشيكرين بيستو شش ينقو طبخاني زمان عربي وبنج جوانا بقو طبخاني زمان كردي وده 2000 تختان نوجانكن افرح لیت کا عمری هنه کا 6 ساله الوان قادت اوی تیم المان مدارس هذا اولا امجي خلاص كرين ثانيا ام حمود محتاج رحلانه چن مدارس مهمو القبلت شمالي هموي ثالثا فان فرصه عمل اش بلنغازا او كرنوا اس كان بجمت سي عامل فر شغله اولا فرصه عمل اش زارو كدوان روش مالا وان ريا افجي قال لك يا قنجا امش في منظمه ممنون ومدفي هنا مبادرة ديجيد وكفان شيكا أب منظمة التعليمي قال لك تشتش تعليم رذي ودفي بروجي دا نيزين سيكا تشو خورتا وخدان خيزان مفا جفي بروجي كرينا هم بو جيه زارو كدوان وتعليمي وهم بو فرصة عمل جي سلمان مشار اس دي نيوز نحيا سنوني